الارسنال يواصل التألق ويواصل التحلق الى السماء، والفيل مازال على الشجره وشكله كده مش نازل هذا السيزون بعد مباراه ماراثونيه ضد يونايتد، بتبين شخصيه ارتيتا وشخصيه لعيبته وتطور ارسنال اللي وصلت له السنه دي. مباراه فيها كلام كتير سواء على تين هاج ومانشستر يونايتد او على ارسنال ارتيتا اللي بقوا مميزين جدا ومرشحين اكبر للقب هذا الموسم. هنتكلم في حلقه النهارده عن مباراه ارسنال ومانشستر يونايتد. قبل ما نخش في اي حاجه انزل اعمل لايك ومره شافني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقات اول التحليل تجيلك اول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بك يا هوجيه في حلقه جديده من قهوه التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم على ارسنال ومانشستر يونايتد، كلاسيكو وقمه الدوري الانجليزي. الناس الصغيره شويه اللي لسه بتتفرج على كوره جديد او كده، كانت قمه يونايتد وارسنال دي زمان كانت اعلى قمه في الدوري. وهتقول لي بقى قمه ليفربول وسيتي ولا سيتي ويونايتد ولا تشيلسي ارسنال ولا كل الكلام ده، كانت ارسن فينجر واليكس فيرجسون الاثنين كانوا بيعملوا مباريات مش ممكن، وكان في نجوم هنا ونجوم هنا، كان في تأيل هنا وتأيل هنا. الفتره اللي فاتت كانت المباراه دي مش بنفس اهميه دلوقتي، مش بنفس القوه، مش بنفس النديه، مش بنفس الحماس، مش بنفس الاداء، مش بنفس الشخصيه، مش بنفس كل شيء. إيريك تين هاج من ناحيه بيحاول يخلق هويه جديده لمانشستر يونايتد، لان مانشستر يونايتد من بعد السير اليكس فيرجسون مفيش هويه واضحه للفريق. شويه يجيبوا ديفيد مويس، شويه يجيبوا لويس فان خال، شويه يروحوا يجيبوا مورينيو يلعب كره دفاعيه غريبه، وشويه غيروه ويروحوا يجيبوا مدرب تاني ورالف راجنيك. كان في مشاكل كتير جدا في مانشستر يونايتد. الان جه إيريك تين هاج. إيريك تين هاج بدايه الموسم كان بادئ بدايه موسم مش افضل شيء، خسر اول مباراتين، خسر من برايتون وخسر من برينتفورد، وكان الاداء مش افضل حاجه. فقرر ان إيريك تين هاج ان دلوقتي اللعيبه اللي معاه مش هتقدر تساعده اللي هو يقدم الكوره الجميله اللي كان بيقدمها ضد او كان بيقدمها مع ايكس امستردام في هولندا. فبالتالي بدا يتخلى على شويه من قناعاته وشويه من وجهه نظره وشويه من افكاره، ان هو مثلا ابدا الكره من تحت، واللي هو يبقى مصمم ان الكره تطلع من رجل لرجل وكل الكلام ده. في بعض الاحيان في بعض المباريات لما نشوف مانشستر يونايتد مضغوط عليه ضغط عالي، بتلاقي لعيبه بتلعب كره طويله عادي جدا، يلعبوا الكره الطويله، وتلاقي لعيبه بتحاول تاخد الكره الثانيه زي راشفورد، مارسيال، إريكسن، برونو فرنانديز، كل اللاعبين دي بيحاولوا ياخدوا الكره الثانيه بعد ما يلعبوا الكره الطويله، لان الضغط بيبقى شرس جدا على مانشستر يونايتد. طب هتقول لي النهارده اليونايتد كان ايه ظروفه؟ اقول لك اليونايتد النهارده لعب بنفس الشكل اللي لعب بيه مباراه الذهاب اللي كانت بتلعب في الاولد ترافورد، وقدر يتفوق ساعتها على ارسنال 3-1. طب ليه النهارده ما قدرش يتفوق على ارسنال زي المباراه اللي فاتت؟ عاملين، وده هينقلنا لارسنال دلوقتي، عاملين. العامل الاول ان ارسنال في مباراه الذهاب ما كانش بيلعب بارتكاز اللي هو توماس بارتي. توماس بارتي كان غايب عن ارسنال، ما كانش موجود، فبالتالي كانت اللاعب اللي في نص الملعب فاسد للهجمات ما كانش موجود. دي نقطه. النقطه الثانيه، مباراه الذهاب لما ارسنال لعب وجاب التعادل بعد ما يونايتد اتقدم وجاب التعادل، فضل ضغط ضغط عالي وفضل مقدم دفاعه لحد نص الملعب، فمانشستر يونايتد ضربه بالمرتدات بكل سهوله. لكن النهارده لما ارسنال جاب الجون الاول وجاب التعادل قبل نهايه الشوط، بدا ان هو يرجع خطوتين لورا ويرجع دفاعه خطوتين لورا عشان خط دفاعه ما يبقاش مكشوف بالشكل الكبير، وبالتالي يقدر يتعامل مع مانشستر يونايتد. وقد كان هو النهارده يونايتد جاب الجون الاول وبعد الجول الاول، ودي حاجه برضه خلينا نتكلم عن ارسنال شويه، اللي هو ارسنال كان زمان بقى قبل ارتيتا او في بدايه ارتيتا حتى، لما كان بيلبس الجون الاول كنت بتلاقي لعيبته خافت، همدت، الشخصيه مش نفس شخصيه دلوقتي، هتلاقي لعيبه خافت، قلقت، بدا الشك يخش جواها اللي هو ايه ده جابوا جون، ده ممكن يجيبوا الثاني، ممكن يجيبوا الثالث. فالماتش بيفك من مانشستر، الماتش بيفك من ارسنال، فبالتالي بيخسر المباراه وكان بيقدم اداءات مش افضل شيء. ولكن النهارده بنشوف ارسنال بيتاخر في مباريات كتير وبيعود. مباريات كتير بتشوف ارسنال بيلبس في جون وممكن التاني وتلاقيه بيرجع. مباراه النهارده بعد الجون الاول لراشفورد، ناس كتير كانت ممكن تقول لك اه ده هو ماتش الذهاب حذافيره، هو يدافع على يونايتد ويروح يخطف الجون ويدافع ويخطف التاني وينهي المباراه. لكن الناحيه الثانيه ارسنال عرف يتعامل مع الوضع، وبعض العناصر اللي موجوده في ارض الملعب قدرت تتعامل مع الوضع، زي تشاكا، زي توماس بارتي، زي جابرييل ماجاليش، زي ساليبا، زي زيتشينكو، كل اللاعبين دول، وحتى ميكيل ارتيتا من على الدكه.
النهارده ارسنال ثلاثي وسط الملعب تشاكا وبارتي واوديجارد، الثلاثه عارفين يلعبوا نص ملعب يونايتد، عارفين يلعبوا ماكتوميناي وايريكسون وبرونو فرنانديز. مش نفس مباراه الذهاب، مباراه النهارده كانت مغايره تماما لارسنال. مباراه الذهاب استحواذ على الكره افضل، عارف يستغل فرصه اكتر، عارف يوصل لمرمى يونايتد اكتر، عارف حتى يضغط يونايتد صح، عارف يضغطه صح، وعارف يستغل ثغرات ارسنال، ثغرات يونايتد وقوه ارسنال. قوه ارسنال معتمده على الاطراف، ساكا ومارتينيلي وزيتشينكو اللي اوقات كتير بيسيب مكانه على الخط ويخش لقلب الملعب عشان يسحب معايا شويه من لعيبه يونايتد ويفضل المساحه على الاطراف لمارتينيلي، ويخش يبقى هو اللاعب او نص الملعب الثالث مع تشاكا ومع بارتي عشان يحرر اوديجارد اللي هو يتقدم للامام ويساعد في الثلث الامامي. ده متفهمه جدا. ولكن ميكيل ارتيتا كان بادئ بالرباعي الخلفي الطبيعي بين وايت وجابرييل وصليبا وزيتشينكو، وثلاثي نص الملعب بارتي وتشاكا واوديجارد، والثلاثي الامامي اللي بيلعب بيه كل المباريات. ولكن النهارده شوط اول نهايته 1-1، تمام جدا. شوط 1-1 شوط جميل وكل الدنيا حلوه جدا. بدا ميكيل ارتيتا الشوط الثاني بتغييره معلم، يبلك ان هو قاعد على الدكه بره، لا قاري الماتش، قاعد على الدكه بره مصحصح، قاعد على الدكه بره عارف يواكب المباراه وعارف يجاري المباراه. ليه؟ بتغيير التوميوسو، خرج بين وايت ورمى توميوسو علشان توميوسو افضل هجوميا. بين وايت ما كانش عارف يضغط مع ساكا على لوك شو في الناحيه الهجوميه، ونوعا ما راشفورد كان بيحاول يرجع يقفل مع لوك شو على ساكا، لان ساكا كان بيلعب لوحده وبتبقى الدنيا نوعا ما 2-1 فبتبقى صعبه على ساكا. ولكن في الشوط الثاني لما نزل توميوسو لا الدنيا اختلفت، لما توميوسو نزل وبدا يتقدم مع ساكا لا بقى الدنيا مختلفه، 2-2 يقدروا يخترقوا، 2-2 يقدروا يهددوا. وقد كان في الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني على طول ساكا بيخش يعدي في البعيده الجون الثاني 2-1 بعد تاخر ارسنال 1-0، لا ده بيرجع يتعادل، ومش بس يتعادل ده بينزل يشد الثاني وبيضغط وبيجيب الجون الثاني بتقدم في النتيجه. وبالنسبه لي اللي باين ان ارسنال شخصيته بقت اقوى، وميكيل ارتيتا عارف هو بيعمل ايه. بعد الجون الثاني قال للاعيبته اضغطوا كملوا ضغط ما ترجعوش، ودي لقطه جت بعد الجون الثاني على طول، لقطه جت على ميكيل ارتيتا بيقول لعيبته كملوا ضغط، اضغطوا على لعيبه يونايتد، ما تخلوهمش يلعبوا الكوره، كملوا ضغط عشان نجيب الثالث وننهي المباراه. ودي شخصيه ارسنال، دي شخصيه البطل، دي شخصيه الفريق اللي عاوز ينافس، الفريق اللي بيحاول يوصل لشيء في نهايه الموسم، الفريق اللي هو لا احنا جبنا جون نجيب الثاني، جبنا الثاني نجيب الثالث، جبنا الثالث نجيب الرابع. هو ده الفريق البطل، وده اللي شايفه شخصيه ارسنال. الناحيه الثانيه يونايتد لولا فيغورست وراشفورد النهارده كان يونايتد ما وصلش للمرمى، ما وصلش للجول، ما وصلش للرامز ديل وهدد المرمى. النهارده بيجيب جول عن طريق راشفورد والجول الثاني من كورنر. فبالتالي انت يونايتد كان بيحاول انه يلعب بنفس الشكل بتاع الموسم اللي فات، ولكن ميكيل ارتيتا بكل امانه قدر يتفوق على ايريك تين هاج النهارده، سواء باللعب التموضعي، سواء تفوق النوعي، تفوق التمركزي، عرف لعيبه تتمركز صح في ارض الملعب، عرف تضغط على لعيبه يونايتد، عرف تسجل جون واثنين وثلاثه وتنهي المباراه. حتى لما يونايتد رجعت اتعدلت لعيبه ارسنال ما همدتش، ما قالتش ده شكله مش يومنا النهارده، لا دي فضلوا مكملين في ضغطهم وفضلوا مكملين في اسلوبهم عشان يجيبوا المباراه. زي ما كده ارتيتا لما قال كده في اولر ناسنج السنه اللي فاتت، لما قال لك انا لو هغير لاعب هغير اثنين، هغير 11 لاعب بس افكاري وقناعاتي مش هتتغير. وقد كان اللعيبه اللي كانت سيئه في ارسنال بقت مهمه ومميزه دلوقتي، امثال جرانيت شاكا. تشاكا كان من اوحش لعيبه ارسنال الموسم اللي فات والموسم اللي قبله ومواسم كتيره، وجمهور ارسنال كله كان بيشتم في تشاكا، ولكن تحت قياده ميكيل ارتيتا اختلف. اوديجارد مش ده اوديجارد اللي كنا نعرفه اول ما جه ارسنال، لا ده اتطور بقى افضل. نيكيتيا مش ده نيكيتيا اللي طلع. ساكا النجم الاول لارسنال دلوقتي، اللاعب اللي الكره بتيجي في رجله تبقى عارف ان الدنيا تبقى فيها خطر، الدنيا تبقى فيها خطر، هيروح ويخش لبره ويشوط، هيخش لجوه ويرفع، هيعمل دبل اب مع توميوسو او بين وايت ويعمل 1 2 ويخش منطقه الجزاء يجيب لك ضربه جزاء. ساكا بقى من اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي واهم اللعيبه للارسنال بكل تاكيد. ارسنال بيقرب، مش هقول لك للقب، بيقرب للمنافسه. وكده كده ارسنال بنسبه كبيره ضمن التوب 4. ارسنال كان داخل طموحاته مش طموحاته ان هو يكسب اللقب، طموحاته يفضل في التوب 4 عشان ياخد عشان اوصل للتشامبيونز ليج. النهارده نوعا ما بنسبه كبيره ضمن التوب 4 لانه بعد عن مانشستر سيتي بخمس نقط، ولسه عنده كمان مباراه مؤجله لو كسبها هيبقى فرق 8 نقط، وبعيد عن يونايتد بكتير، يعني كان بعيد عن يونايتد تقريبا بست نقط او بتسع نقط، دلوقتي بقى 12 او 9 بعد كده، بعيد عن نيوكاسل وبعيد عن كل الفرق. هو الفريق اللي بنفسه الوحيد هو مانشستر سيتي، ولو ارسنال قدر يتفوق على مانشستر سيتي بقولها من دلوقتي، لو ارسنال كسب سيتي
ارسنال بطل الدوري. في الاول وفي الاخر مبروك لكل جمهور ارسنال في الوطن العربي كله ومصر، مبروك لكل جمهور ارسنال وهاردك لكل جمهور مانشستر يونايتد، بتقدموا كره كويسه، بتقدموا اداء كويس، لسه المشروع بيتبني مع ايريك تين هاج، ما تستعجلوش اصبروا، وايريك تين هاج هيطلع قماش سواء الموسم ده او الموسم الجاي. في الاول وفي الاخر ده راي شخص واحد، والمهم رايكم انتوا، رايكم في الكومنتس، قولوا توقعاتك، هل ارسنال قادر على الفوز باللقب ولا سيتي زي عادته في السنين اللي فاتت هيرجع وياخد اللقب من ارسنال؟ قول رايك في الكومنتس. ولو حاجه عجبتك ساش تعمل لايك، اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقه تجي لك اول باول. تابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك لتويتر كمان على جوستافا. شكرا، الحلقه الجايه سلام.